مدح دغميد كبيش قلبيد كقبل كالسناق وما انت شريت رايد كقبته هول كما هوراني مقالة عير قابو ايا حكومة دا سومالي لانو قبا غيني قعن كوديق لياشي كدن بيي الله هون حريستي دل كي تليا قيب تقبل كالساحل عبد الرساق يوسف محمود عصير سيدق سامح كما دو سو تاكتو اسلامر كاسينا واجبات كوضا شرعي مريسو وحينا مدح دغميد كاني ولا عوين كم وچيين زيداي وحوة دو قدي دا حكومة دو سارتي باريتان كي يكهول قلي دا عدي كدن بيسي دل كي تليا عصير وحينا شاقين ان كبالها وحي اي حكومة دا كوكالا يمادين مركي اي بربرات هاقين اي ولي دور ايام بلسي اي حكومة دا سومالي لاندن كي دا ولا عوين كقبان سيدي اي وحفو للاهايين وحانا هاد اللادو دي كمدها اشتر اي بان كقبان اي وحويين كيس كي فوش حماي بربرات دعي اي قاشان لي عبد الرساق يوسف محمود عصير لقود دي لي انت قاري سمين ورق سيدا در تيدا نقوى حنو هين قولا دي تكتي بربرا هاوشا او تكتي مرقا نوركا تيمين حكومة دي سومالي لان وانو يسنو لابا بالله مضو حيا هيد ميدا نقا بالله قادنا ويني بتقليا دينا نقا عان تكو هين وانو كو بالله بالله انت لابا دي دوردو نقا قادنا وحيا هيد انا هاوشا وحي كد ما هاوشا انا يقو قابلان ودين بلا ياشي سواق بغبطان وكيس كاس سيدك دقا هاوشا حلوقا قبانيو حتى اتي حقي دولد وحمانو كرد اللي لينا دولد وحقبت بي موتسي وحقبت كاوي كوا امانان تهي وحنونا او عرقنا قد دي اي دولد او سارتي ارنكا اني وحقا قبطان اني كو قول در ريستي ارنكا اني دمشترتو احالا بادي قدوب الا شاقي مدنا بياشان لفراي مدنا دولد تري اناقا قبانينا اناقا قبانينا بيتري تي حدي دولتي كبحري تي وا بيشوا كبحيسا وتشنيسا هدي انا كبحين تي هوشي وخي اي كبلانتي هدا ما استرتان ولا انا هذا لو دي بربره طلبتي مركه فري دولتي كو قاد كا قاداي عادي عاد ما نغ حملينا وانا ما انت ولي لو كل فدي ان كو فدينو وحسه كدنبيي سدا رغي غوري با سو شيغان ان ارنتي داهدي سدا درتي dowladda horta marka ugu horeysa waxa ay ka qabatay waan ku hambalyeynayna waan uga mahadcelinayna wax aan leenahay waxa jiray oo la taabanaya dilal hore oo talayaal hore oo berber lagu diray oo isla maalintii saddexaad la fuliyay een arrinkoodi maxkamadeed oo la dhameystiray maanta arrinkan uu buluug ka soo wareeray runtii sida dowladdu maareeyta maanta ay raacsan yahay aad iyo aad baan uga xunaa inay hawsha sida ugu dhaqsaha badan u fuliso oo u horkeento inta badan ee inta baqana raadiso inta maxaa la ilaadaa ay haysana ay maxkamad soo taagto laakiin sida ninkaas loo dilay baase la laqi kari waayo oo laga degi kari waaya maqlayna maanta waxa weeye waxay ku soconaysaa gacan bira waa qaranimada Soomaaliland isku taagi oo ku soconaysa kuwa gacan ku dhiglay waa cad oo lagu qanacsan yahay ha ka bixiso oo ha ka soo gabagayso dilku bishii koodeedii buu dhacay maanta bishii 22 muddo dheer oo bilaba ka dambeysay xukuumadu way gurmatay wax badan bay qabatay aan ugu mahadcelinayna waxay soo qabatay ya gacan ku dhiglayaashii yaaskii qarin loo sameeyay aad iyo aad baan ugu mahadcelinayna laakiin waxa ka dambeysay muddo dheer oo aan arintii maxkamad la geeyin gacan ku dhiglayaashii iyo cidii kiisku u galay xukuumadda ayay dan u tahay in kiiskani maanta uu fulo waxaanu codsanaynaa oo aanu mar walba dawladda ka codsanaynaa in si degdeg ah arinta iyada ah wax looga qabto wixii dambiilayaal aha iyo wixii gacan ku dhiglayaal aha Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Television ka caalamiga Star magaalada Ceyrgabo